أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها مستجدات أوضاع المختطفين في سجون الميليشيا. نفذت رابطة أمهات المختطفين فرع الحديدة أمس وقفة احتجاجية للفت الانتباه إلى ما يعانيه أبناؤهن وذوهن المختطفون في سجون الميليشيا بسبب الممارسات الحوثية. وعبرت الرابطة في بيان صدر عنها عن قلقها الشديد إزاء تزايد الانتهاكات بحق المواطنين وما تمارسه بحق المختطفين من تعذيب ممنهج، ما أدى إلى مقتل 2 منهم تحت التعذيب خلال الأيام الماضية. وقالت الرابطة إن الميليشيا تواصل إخفاء العشرات في سجون سرية وتختطف النساء دون رادع إنساني أو أخلاقي أو اجتماعي. وحملت الأمهات ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المختطفين والمخفين قسرا. وطالب البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط لإنقاذ المختطفين والمختطفات والتدخل الإنساني العاجل لإطلاق سراح المختطفين دون قيد أو شرط. في حلقة اليوم نناقش آخر مستجدات الممارسات الحوثية بحق المختطفين وما الذي ينبغي فعله لإنقاذهم ووقف ما يتعرضون له في سجون الميليشيا. في الوقت الذي يقضي البعض العيد بين أهلهم وأقاربهم، يعيش المختطفون والمخفيون قسرا وذووهم حالة لا يحسدون عليها، معاملة سيئة مستمرة يلقاها المختطفون في سجون الميليشيا الانقلابية، معاناة لا تتأثر بالمناسبات العيدية التي يفترض أن تستدعي التسامح والتراحم. وبتعسف ممنهج تسلب الميليشيا بعض السجناء وبشكل مزاجي ما يحصلون عليه من أهاليهم من الأغراض الشخصية، وتمنع آخرين من استلام ملابس العيد والأدوية اللازمة. رابطة أمهات المختطفين في محافظة الحديدة عبرت عن قلقها الشديد إزاء تزايد الانتهاكات بحق المواطنين من اختطاف وتعذيب بحق المختطفين أدى إلى وفاة 2 منهم تحت التعذيب خلال الأيام الماضية. نحن لحدنا الإيد راحت أننا، الفرحة والبسمة راحت أننا، والضحكة فارقتنا من يوم ما اختطفت أبنائنا ونحن نعاني الأمراض والأوجاع. حرام عليكم، اتقوا الله يا عالم يا مسلمين يا أمة الإسلام. الإسراء تدخلوا، الإسراء أنقذونا. أنت تعرفوا قلب الأم، الأم التي تحرم عن ابنها، الأم التي تتقطع لولا، كيف الناس تأيد ونحن نعاني قدامها. وحملت الأمهات ميليشيا الحوثي الانقلابية المسؤولية عن حياة وسلامة جميع المختطفين والمخفيين قسرا، فجرائم الاختطاف والتعذيب لا تسقط بالتقادم. وطالب بيان الأمهات الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتدخل الإنساني العاجل لإطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسرا دون قيد أو شرط والتوقف عن اختطاف النساء. في الاتجاه المقابل يأمل أهالي المختطفين من الحكومة التحرك بشكل أكثر فعالية لإنقاذ ذويهم وضمان حمايتهم من الانتهاكات المستمرة. ونبدأ النقاش مع ضيفنا من فيينا، رئيس منظمة سام للحقوق والحرية توفيق الحميدي. أهلا بك أستاذ توفيق. أهلا وسهلا بك بجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. بداية أستاذ توفيق، كيف تنظر لاستمرار الانتهاكات الحوثية بحق المختطفين والمخفيين قسرا لديه؟ استمرار اليوم انتهاكات جماعة الحوثي بحق المختطفين، يمكن أن نضيف إليها أيضا حق المختطفات، لأن في الآونة الأخيرة تبين أن هنالك بجانب المختطفين عدد لا يستهان به من المختطفات في عدد من المحافظات، ويمارس بحقهن شتى أنواع التعذيب والانتهاكات. وأعتقد أن انتهاكات المختطفات بشكل خاص ربما بعيدة عن الضوء حتى الآن، لكن استمرار جماعة الحوثي لهذه الانتهاكات تبين أن هذه الجماعة غير عابئة بكل النداءات وغير عابئة بكل المواثيق الدولية، وتحاول قدر الإمكان أن تستخدم هذه الورقة لأغراضها السياسية ولتحقيق مكاسب في أي مفاوضات حقيقية وجادة دون أن تتنازل عنها مطلقا. اليوم جماعة الحوثي ما زال منع من الزيارات مستمر، ما دارت الظروف الصحية لكثير من المعتقلين أيضا، ما هذه الورقة تستخدم أيضا ما زالت للابتزاز المالي وأيضا للابتزاز السياسي، ما زال هنالك معتقلين مخفيين إلى حد الآن، وهنالك من توفى تحت التعذيب. والأسبوع الماضي تقريبا كان هنالك 4 الذي تم تسجيلهم
اثنين في محافظة حجة واثنين من محافظة الحديدة حتى الآن. هذا الملف للأسف الشديد لم يلقى العناية الكافية من قبل المجتمع الدولي وعلى رأسها الأمم المتحدة حتى الآن، وهو أيضا من نعتقد أنه من أهم الملفات وأخطرها، بل يشكل في حقيقة المدخل الحقيقي لأي سلام قادم يمكن أن يتحقق على طاولة المفاوضات. ورأينا ذلك في قضية ستوكهولم، وإن كان لم يتحقق منه حتى الآن أي شيء، ما زال داخل دائرة مفرغة. طيب أستاذ توفيق، وهنا السؤال، برأيك ما الذي يجعل الحوثيين اليوم يواصلون هذه الممارسات فيما يخص الامتهان والتنكيل في انتهاك واضح للقانون الإنساني على مرأى من المنظمات الدولية؟ طبعا هناك مجموعة من العوامل التي تدفع جماعة الحوثي لهذه الأشياء. العامل الأول متعلق بالثقافة التي تتلقاها أو يتلقاها القائمين على السجون والميليشيات الخاصة بجماعة الحوثي، الثقافة القائمة على الكراهية، قائمة على إلغاء الآخر، وذلك شحن واضح أن هؤلاء المعتقلين هم عبارة عن دواعش، هم عبارة عن عملاء إلى غير ذلك من هذه الانتاج من هذه التصنيفات التي تمارس بحق هؤلاء. إضافة إلى أن هذه الجماعة ما زالت لم تتخلى عن سلوكها كعصابة بالدرجة الأولى، لم تتحول إلى دولة، لأنه عندما نحن نتحدث عن دولة الأمر يختلف، نتحدث عن دولة، نتحدث عن حقوق، نتحدث عن تأهيل، نتحدث عن مساءلة قانونية، عن قضاء إلى غير ذلك. هذا الأمر مفقود تماما اليوم. جماعة الحوثي وإن كانت تتشبث صوريا بوجود دولة، إلا أنه الذين يمتلكون القرار هم في حقيقة الأمر ما زال محكومين بسلوك العصابة ليس إلا. هذا أمر. الأمر الآخر أنه جماعة الحوثي ترى نفسها بعيدة عن الضغوط، بعيدة عن المساءلة الدولية، وبالتالي مستمرة في هذه الانتهاكات حتى ترى ضغط حقيقي وجاد في هذه من قبل هذه الانتهاكات. طيب أستاذ توفيق، إلى أي حد يمكن القول أن المنظمات اليوم الأممية المعنية بحقوق الإنسان هي مطلعة على حقيقة ما يتعرض له المختطفون في سجون ميليشيا الحوثي في اليمن؟ هي بلا شك مطلعة اليوم. هذه المنظمات سواء من خلال راصديها على الأرض أو من خلال الناشطين ومنظمات المجتمع الدولي، نحن لدينا تواصل شبه مستمر خاصة مع لجان التحقيق، نمدها بالانتهاكات، تطلع على تقاريرنا، تتواصل مع الأهالي مباشرة على الأرض. اليوم الصورة أعتقد أنها واضحة وواضحة جدا ولا تخفى على أحد، وأعتقد أن تقرير لجنة الخبراء البارزين في أغسطس من العام الماضي والذي سيلحقه تقرير جديد في أغسطس من هذا العام كان واضح وتحدث عن وجود مخفيين ومحققين وإن لم يكن بالشكل المطلوب، لكن الصورة اليوم لا تخفى على أحد. رابطة الأمهات تقوم بوقفات مستمرة تصدر بياناتها، وصلت شكاوي إلى المقررين الخواص، التقى كثير من نشطاء حقوق الإنسان من زاروا جنيف المسؤولين أو المقررين الخواص للأمم المتحدة سواء بشأن التعذيب أو بشأن الإخفاء أو بشأن المراو، وقدموا لهم تقارير واضحة. وأعتقد اليوم الصورة لا يمكن لأحد أن يقول أن الصورة في اليمن غير واضحة. هؤلاء المحققين عند كل حادثة من الحوادث يتم يتصلون، يستفسرون، يبحثون عن أرقام، يبحثون عن معلومات. كل الأمور اليوم في خانة الأمم المتحدة، يبقى أن يكون هنالك ردة فعل حقيقية من قبل الهيئات والأممية وخاصة مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي. طيب تبقى معنا أستاذ توفيق ونشرك معنا بالنقاش أيضا من صنعاء أم سبا، عضو رابطة أمهات المختطفين في الحديدة. أهلا بك. أهلا بكم، حياكم الله والسلام عليكم، كل عام وأنتم بخير أخي العزيز. بداية، ما هي آخر معلومات المتوفرة لديكم بخصوص ضحايا القتل في التعذيب من أبناء الحديدة في سجون ميليشيا الحوثي؟ طبعا أبناء الحديدة حصلت حادثة أخيرة، وهي الأخوين عادل عياش المطري الذي تم اختطافه بتاريخ 7/5/2017 من قرية الرتبة بزبيد، وأخذوه من منزله وأخفي قصرا
ولم يتم زيارته ولم يتم حتى إبلاغ أهله أن مكانه، وكان مخفيا حتى أخبروهم بأنه قد توفي بسائق كهربائي، ولم تسلم الجثة حتى الآن. يعني تصور، يعني يختفي ولم تتم الزيارة ولم يتم يعني إبلاغ أهله حتى يزوروا. معنا يعني شديدة للأهل، للزوجة، للأبناء، يعني ما نقدر، يعجز اللسان ويتعجز الكلمات عن التعبير عن هذا الموقف. يعني تصور إن ولدك أو يعني ولدك يخرج ولم يعد، يعني بعد يقول إنه توفي ولم يحضر الجثة حتى تطمئن الأسرة وتطمئن أبنائه ويشوفوا جثته، حتى يطمئن أبوهم حتى قد توفي. يعني حتى أقل شيء في الوفاة، يعني لازم إنهم يحضروا الجثة للأهل حتى يطمئنوا على إن أبوهم مات. لكن يعني حتى إلى أبسط الحقوق الإنسانية لا توجد. طيب اليوم بالنسبة لكم في... والأخ الثاني، ها تفضل يوم سبعة. الأخ الثاني محمد يحيى تيني، تم اختطافه بتاريخ 19/4/2019 من قرية الدريمي، اختطف من المسجد. يعني حتى في بيوت الله لم يسلموا، لا في بيوتهم ولا في مساجدهم ولا في أعمالهم. يعني فين عاد؟ يعني حتى من بيت الله يتم اختطاف الشخص ويتم إخفاؤه ولم يحضره إلا بالسهام إلى أسرته. طيب اليوم يعني بالنسبة لك، فين نعيش احنا؟ في أي منطقة؟ هل احنا في اليمن الآن؟ هل احنا في اليمن؟ يعني أسألك أخي العزيز أو أختي العزيزة، يعني أسأل كل المشاهدين، هل نحن في اليمن؟ بالله عليكم، يعني بأي طريقة، يعني أنا لا أصدق أنني عايشة في اليمن. هل هؤلاء يمنيين مثلنا؟ يتكمل معاملة أبناءنا بهذه الطريقة؟ يتم اختطافهم ومنع الزيارة ومنع دخول العلاجات ومنع دخول الملابس ومنع حتى الأسرة لا تطمئن على ولدها، وعادهم يحضروه جثة هامدة. يعني يحضر الابن إلى أمه تكون عندها أمل على أنها تريد أن ترى ابنها على قيد الحياة، يجدونها جثة هامدة من آثار التعذيب. طيب يعني تبقي معنا أم سباء، سعود وصلنا. طيب سأعود وصلنا. طيب سأعود لكم سبا من صنعاء. أستاذ توفيق، كنت أشرت في بداية حديثك لنقطة اختطاف النساء، ربما وهي نقطة شائكة ربما مؤخرا وثيرة حول الكثير من الجدل لهذه الممارسة. باعتقادك ما الذي يشجع الحوثيين اليوم للتصعيد في هذا الاتجاه في موضوع اختطاف النساء في مجتمع معروف عنه وضع المرأة داخل هذا المجتمع؟ جماعة الحوثي من خلال سواء اختطاف الرجال أو النساء، وقضية اختطاف النساء بالذات هي ليست قضية جديدة، لكن ربما الآن بدأت تتكشف. ونحن في منظمة سام ربما خلال 3 أيام أو 4 أيام نصدر تقريرا موثقا مطولا عن حالات بشعة وفظيعة تتعرض لها النساء، سواء اقتحام البيوت أو التحقيق أو حتى التعذيب داخل هذه السكون، وسيتبين للرأي العام ما الذي يحدث. لكن الذي اليوم أرى أنه جماعة الحوثي من خلال هذه الممارسات تهدف أيضا إلى أمرين الاثنين. الأمر الأول إسكات كل الأصوات بما فيها الأصوات النسائية، وهي تدرك أن للنساء كان صوت فاعل وقوي في 11 من ثورة 11 من فبراير، ولذلك هي اجتهدت على أن تنشئ جهازا عسكريا ذو هيكلية واضحة باسم الزينبيات، ولديه تفرعات ومسميات. الدور هذا الجهاز استدراج النساء، التجسس عليهم، الاعتقال، التحقيق معهن إلى غير ذلك، كما شاهدنا ما حدث في جامعة صنعاء من تعامل وحشي وبشع مع الطالبات التي خرجنا في ثورة ما سميت بثورة الجياع في ذلك العام. الأمر الثاني هو إهانة يعني لسحق الكرامة اليمنية وإحداث نوع من الإهانة لدى أهالي هؤلاء النساء والفتيات الأخرى، بحيث لا تستطيع أي امرأة
أن ترفع رأسها. الغريب أنه تقريبا الأغلبية من هؤلاء التي تم اختطافهن تم إدراكهن ضمن قوائم معينة ما تسمى بالدعارة والزنا من أجل مزيد من الإذلال. الواقع معقد، لكن الهدف الأساسي هو سحق الكرامة ومنع أي رأس يمكن أن يرفع لمقاومة هذه الجماعة، سواء من النساء أو حتى من الرجال أو من أهاليهن على حد سواء. شكرا جزيلا لك أستاذ توفيق الحميدي، رئيس منظمة سامي الحقوق والحريات، كنت معنا من فيينا في نمسا. شكرا جزيلا لك. أعود لأم سباء، عود رابطة أمهات المختطفين في الحديدة. في ظل هذا التضييق الحاصل الآن وعدم تمكنكم من الحصول عن معلومات عن وضع أبنائكم المعتقلين لدى ميليشيا الحوثي، ما هي الظروف التي تعملون منها ومن خلال أي طرق تتابعون أخبارهم، وهل تصلكم الأخبار يعني بشكل متأخر ربما؟ يا أخي العزيز، طبعا أنا أريد أن أحدثك، معتقلين الحديدة ومختطفين الحديدة بالذات يعانون معاناة شديدة. صحيح كل المختطفين اليمنيين يعانون، لكن مختطفين أبناء الحديدة بالذات معاناتهم شديدة جدا، فهم يعيشون في فقر مدرع، أمراض، عدم الزيارة، عدم دخول الأدوية، عدم حتى نحن يسمحوا لنا حتى بكلمة واحدة لأبنائنا حتى نطمئن عليهم. يرجعون من أبواب يسمون إحنا أصحاب سيئة، يعني بالله عليك أم تريد حتى تطمئن على ولدها، تريد أن تراه، تريد أن تدخل لها الدواء، تريد كل شيء ممنوع، كل شيء ممنوع، كل شيء مرفوض. يعني كيف بالله عليك هذه الأم تعيش؟ كيف تأكل؟ كيف تشرب؟ كيف تنام؟ هي أم. يحسوا بنا، إحنا أمهات، إحنا أمهات نريد أن نطمئن عن أبنائنا، نريد أن نرى الفرحة في عيون أولادنا، نريد أن نراهم، ولكن دون أي فائدة، ما فيش أي فائدة. حاولنا بكل الطرق، نحن يعني حتى لو في زيارات، يعني إدارة ذهبنا إلى زيارة بعض المعتقلات ولا شيء، والله نحن نرجع نعاني معاناة نفسية شديدة جدا. يعني ما أحكي لك على بعض الأحداث التي تحصل أمامنا، بعض الصور صور فيه طفلة تريد أن تحضن أبوها، يعني سمحوا بالزيارة رفضوا، يعني البنت من كثر البكاء الشديد الذي حصل لها لا تقدر أن تتكلم. طفلة أخرى عمرها 6 سنوات تقول لأبوها بابا أنت ما تحبنيش، يقول لها ليش ما أحبك، يقول لها ليش ما تروحش معي في البيت تعيش معي. يعني تصور طفلة، يعني أصبحوا أطفال أبناءنا يعانوا من حالة نفسية شديدة. الأمهات الذي أصيبت بجلطة، واللي أصيبت بالضغط، واللي بالسكر، واللي بالله عليك واللي توفيت وإنها داخل السجون، انتظرت تنتظر تنتظر وتدعي وتدعي حتى تريد أن ترى ولدها وماتت وهو داخل السجون. يعني بالله عليك ماذا يريدون؟ لماذا يدخل أبناءنا في نزاعاتهم السياسية؟ إحنا نريد أبناءنا، نريد أبناءنا أن يعودوا إلينا ويعودوا إلى أبنائهم. لماذا يدخلوا أبنائنا في النزاعات السياسية التي ليس لهم طرف فيها؟ إحنا نريدهم أن يعاملوا أبنائنا بقضية إنسانية، يريدهم أن يلتفتوا إلى الملف المعتقلين والمختطفين كقضية إنسانية وليس قضية سياسية. طب تبقي معنا أم سباء وأيضا نشرك معنا بالنقاش من الحديدة. تبقي معنا أم سباء وشارك معنا أيضا بنقاش مع عزام، عضو رابطة أمهات المختطفين من الحديدة. أهلا بكم عزام، بالتأكيد لكم متابعات ورصد لممارسات وانتهاكات الحوثيين بحق المختطفين في أيام العيد، لو تضعين في صورة ذلك. أهلا وسهلا بكم، عيدكم مبارك. نعم، الانتهاكات مستمرة من قبل جماعة الحوثي في الحديدة على وجه الخصوص، خصوصا ايام العيد وايام شهر رمضان المبارك، من الزيارات او انتهاكات حق الاسر او حتى اختطاف النساء، حتى تهديد الاسر، حتى هذه الامور كلها تراكمت على اسر المختطفين والمعتقلين في سجون الحديده. ايضا القبضه الامنيه والضربه الامنيه على المختطفين الحديده بالذات شديده جدا من قبل جماعه الحوثيه المسلحه. لو ضربت لكم مثلا فقط على الموتى الذي تحت التعذيب، تكاد الحديدة تكون المحافظة الأولى في الرقم الذي يكون أكبر عدد من القتلى تحت التعذيب.
ولو اتينا الى تخصيص ان اغلب هؤلاء الذين يقتلون تحت التعذيب في سجون الحديده من فئه المعلمين بالذات، امثال سليمان الشهيد سليمان الزراعي، محمد ابو زيد، هؤلاء تعرضوا للتعذيب الشديد على مدار شهور حتى وافتهم المنيه تحت التعذيب، ثم تخفى جثثهم لفترات طويله ما يقارب الاشهر او السنه كامله حتى تسلم الجثث تحت ضغط التنازل ودفع مبالغ ماليه ايضا. مظاهر العيد ايضا في الحديده بائسه للاطفال والاطفال المعتقلين، لا يجدون ابائهم يوم فرحتهم في عيدهم، او يجدون ابنائهم وابائهم يذهبون معهم الى حدائق الاطفال، وهذا ما يؤثر على الاطفال ايضا وينعكس عليهم سلبا، حتى انهم لا يفهمون ان هذا الاب هو معدوم الحيله يعني. فهم يتساءل الاطفال لماذا لا يكون ابي معي ولا يذهب معي الى اخوالي او الى اعمامي مثل ما بقيه الاطفال. من يجيب الاطفال على هذا التساؤل؟ من يجيبه ان اباه غير معدوم الحيله في سجون جماعه الحوثي المسلحه؟ مما نناشد ايضا ان يتم اغلاق هذا الملف بالكامل في منطقه الحديده وايضا في جميع انحاء الجمهوريه، ان ينظر الى هذا الملف كقضيه انسانيه. لان كل من يتعرض للاختطاف هو انسان مدني وليس مقاتل في جبهات القتال كما يزعمون احيانا. فلذلك نحن نطالب الامم المتحده، المبعوث الاممي، منظمات المجتمع الدولي والمحليه النظر الى هذه القضيه، لن نيأس. ورغم خيبات الامل التي رجعت لنا من كثير من المنظمات التي تدعي انها تدافع عن حقوق الانسان، ولكنها ايضا تحت يافطه جماعه الحوثي المسلحه لا تستطيع ان تقدم ولا تؤثر. طيب ام عزام، ساعود لك لاسالك عن ردود الفعل التي تاتيكم من هذه المنظمات بناء على المناشدات التي تطلقوها، لكن اعود مره اخرى للاخت ام سبا من صنعاء. ام سبا، بالنسبه للمنظمات اليوم الجهات المعنيه بملف حقوق الانسان، هل هناك لكم اي تواصل او تنسيق مع هذه الجهات وامكانيه ان يلعبوا دور الوسيط بينكم وبين الميليشيا في حاله يعني رغبتكم في الاطمئنان؟ العزيز قد ذهبنا، الو اسمعك تفضلي. قد ذهبنا الى عده منظمات، ذهبنا الى الصليب الاحمر، ذهبنا الى منظمه حقوق الانسان، المنظمه الثانيه لحقوق الانسان، تواصلنا يعني مع معظم المنظمات، ولكن يقولون يعني نعمل بقدر ما نستطيع، هذا ردهم. طيب شكرا جزيلا لك يوم سبا من صنعاء ورابطه شكرا جزيلا لك يوم سبا عود رابطة أمهات المختطفين من الحديدة. وأختم مع أم عزام، بالنسبة لردود الفعل التي تأتيكم من قبل المنظمات والجهات، هل يلعبون أي دور إيجابي فيما يخص على الأقل إطمئنانكم وإيصال بعض الأغراض للمختطفين؟ نحن لم نلمس أي أثر لهذه، في تواصل كثير مع البوابة الثانية، مع الصليب الأحمر المتواجدة في اليمن اساسا، لكنهم لا يستطيعون ان يقدموا اي اخر. اكثر ما يقولون عن نحن نستطيع زياره السجون ونطمئن على الوضع الصحي، ولكن هذا لا يحصل. ابناء الحديده في العاصمه صنعاء في سجون سريه بالمئات، لا يستطيع اهاليهم الوصول اليهم، يتم نقل المختطفين من الحديده الى محافظات اخرى بشكل جماعي ويتم اخفائهم. اكثر من يعاني من مساله الاخفاء القسري هم ابناء محافظه الحديده. لم تقدم المنظمات ولم تؤخر، بحسب رايي انا ان المنظمات هذه في لا تستطيع، لانها في الاخير هي تحت يافطه جماعه الحوثي، ولا نعلم هل اصبحت لا تملك امرها ام انها اصبحت شريك مع الجماعه. لانا يعني الامور ليست واضحه لدينا، كلما نقدم شكوى نقدم الشكوى على امل ان يتم التواصل بنا او يتم التواصل باحد المختطفين، يتم التواصل باسرته، لكن هذا لا يحدث الا نادرا جدا. شكرا جزيلا لك يا ام عزام عضو رابطه امهات المختطفين، كنت معنا من الحديده، وايضا الشكر موصول لضيوفنا في هذه الحلقه من برنامج زوايا الحدث. في الختام لكم تحيات طاقم البرنامج ومنتج حلقة اليوم وديعة طفيان.